أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون. مقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وقليل على سرر موضونة متكئين عليها يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون أولى والسابقون السابقون.
أولئك المقربون لا يصدعون عنها
وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء Oh,
سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود ولا ممنوع وفرش مرفوع إنا أنشأناهن إن فجعلناهن أبكارا إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين صدق الله العظيم. يا شرف الأهلية. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عزف وغرد على أوتار القلوب ذلك بالعلم القرآني الإذاعي الشهير والذي شرفت به الإذاعة المصرية قارئا وعالما القارئ والمقيم بقرية الضيط مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية فضيلة القارئ الإذاعي الكبير الشيخ محمود محمد يوسف عقل.